الفيديو ده باذن الله هنتكلم عن الموتور كورتكس. احنا قبل كده اتكلمنا عن مراكز السنس الكورتكس، وقلنا اي احساس بيوصل في البرين لازم ابقى عارف ايه هو، ولازم ابقى اترجمه واقول ايه علاقته ببقيه السنسيشنز. النهارده هنتكلم عن ازاي الحركه واوامرها تيجي منين. انا عايز امسك القلم، امسك الكوبايه، عايز ابني دراعي افرده، ازاي الاوامر دي؟ طب انا عايز العب مصارعه واشغل البروكسيمال ماسلز، طب انا اشتغل ازاي؟ الاول لازم تكون عارف ان برودمان اللي قلنا عليه قبل كده قال لك انا هقسم كل حته في البرين المكان اللي حاطط ايدي عليه لاماكن. كل حته قال كل حته. فيجن، هيل، سنسور، موتور، قول اللي انت عاوزه، لازم اقول لك رقمه كام وهو فين. نعمل بقى زوم على الحته دي. الحته دي اسمها لما هنقطعها سنترال سلكس. لو تفتكر في حفره جوه البرين اسمها سلكس، ودي قلناها قبل كده. الحفره دي كنا بنقول ان كان في مكان وراها اسمه 3 1 و2، فاكرين ده كان سنسوري كورتكس. المره دي هقول لك ان الحفره دي في مكان قدامها، المكان اللي قدامها اسمه اريا 4. اريا 4 ده اول مكان في الموتور، اول موتور كورتكس مدير. فاكرين لما قلنا الكورتكس هو المدير بتاعنا؟ زي اي شركه في مدير علاقات عامه، مدير للمحاسبات، مين مدير الحركه في جسمي؟ البدايه اريا 4. عشان كلامنا يبقى واضح وما يتشتتش لازم نعرف النقط اللي انا هقولها، سواء اريا 4 او اريا 6. هعمل مربع والمربع ده يقول لك على البوينتس اللي لازم تتقال. اريا 4 مكانها فين؟ ده لازم اقوله. رقم 2 لازم اتكلم على الريبريزنتيشن. يا ترى الجسم ليه خريطه هتبقى ممثله في الموتور كورتكس. فاكرين لما قلنا ان كل حته في جسمنا كسنسري ممثله في الاريا دي؟ يعني انت بتحس كتير تاتش، احساس مهم من ايديك، تلاقي الايد مرسومه كبيره قوي في المكان ده، رمز لايه؟ ان الاحساس مهم جدا من منطقه الهام مقارنه بالباك. نفس الكلام هنقوله في اريا 4، والريبرزنتيشن دي هنتكلم فيها في عنوانين. النقطه الثالثه الكاركترز، مميزات اريا 4 ايه؟ كلنا بنتكلم عن مميزات. النقطه الرابعه لازم تقول لي كونكشنز، هي متصله بمين؟ دايما في اي شركه اي مدير لازم يبقى له علاقه بالمدير الثاني، لان احنا كلنا شغلنا مرتبط ببعض. زي بالظبط في الوزاره، وزير الاستثمار لازم مع وزير الماليه، لازم في تنسيق مع بعض، كلام ما هنقوله النهارده. النقطه الخامسه فانكشنز، قول لي ربنا بقى خالقها ليه؟ والنقطه السادسه ليجنز، طب لو اتقطعت ايه اللي يحصل عندي؟ الست نقط دول هم محور كياني في اريا 4. همسك نقطه نقطه. اول حاجه مكانها فين؟ بري سنترال جايروس، موجوده قدام اهي. طب يا دكتور مين اللي قالك ان ده قدام؟ لان في مكان الحته دي اسمها فرونتال لوب، الفص الاناني بتاع البرين، يبقى هي موجوده قدام. يبقى دي اول حاجه ريبريزنتيشن. هتكلم في ريبريزنتيشن او خريطه الجسم كاني بالظبط بتكلم على اريا 3 1 2. فطالما هسال يعني ايه؟ هقول له فاكر في اريا 3 1 2 انت قلت في ريبريزنتيشن؟ قال لي انا قلت كروست. هقول له دي هقولها ليه؟ يعني ايه كلمه كروست؟ السنسيشنز اللي من الناحيه اليمين كانت بتستقبلها
الليفت كورتكس والعكس صحيح. طب يا دكتور احنا بنتكلم على موتور نفس الفكره، انا بكتب بايدي اليمين يبقى هتستقبل الحركه دي في الليفت كورتكس، يبقى معنى كده ان كروست العضلات الشمال بتستقبل الحركه بتاعتها في الكورتكس اليمين. تاني كلمه، الجسم مقلوب خريطته معكوسه. في ايه يا فوق؟ يعني الرجلين فوق والراس تحت، ودي ما زالت اجتهادات. ناس تقول لك ربنا خلى الهيد داونورد لان الهيد از مور امبورتنت، عشان لو حصل دامج في الحته دي الهيد اريا موجوده بعيد عن المكان. يبقى دي تاني كلمه انفيرتد. اقول تاني كلمه، هتحسوا ان انا بشرح سنسري كورتكس. فاكرين السنسري كورتكس كان متقسم كام طبقه؟ ست طبقات. فاكرين اللاميا؟ الست طبقات دول كانوا متقسمين بفيرتيكال كولنز، ستة كول. يعني انا عندي ست طبقات، والست طبقات اللي في العرض متقسمين بالطول لستة كول. انا وقتها في السنسري كورتكس قلت كلمه فكرت بيها بسرعه، قلت ان كل الفاين سنسيشن، كل واحد ليه كولم، ليه عمود خاص بيه بنستقبله، زي كبار الزوار الفي اي بي، كل واحد ليه اوضته، ليه مكان القاعه بتاعته. يبقى نفس الكلام اللي اتقال سنسري كورتكس اتقال كمان في اريا فور. دي مهمه ان فيها سته لامنه والسته متقسمين بفيرتيكال كولكس. سؤال مهم جدا، مين اهم طبقه في اريا فور؟ طول ست طبقات، اهم طبقه في اريا فور قالوا الطبقه رقم خمسه. عايز اعمل ايه يا لامنه خمسه، خامس يعني واحد اثنين ثلاثه وادي خمسه. الطبقه الخامسه فيها خلايا مهمه اسمها بيتس سيلز. طب وبيتس ده ايه؟ مايلينيتد فايبرز. اسكت ومش هتكلم. انتوا تفكروا معايا مايلينيتد؟ اه ده اللي قلته الفيديو اللي فات، قلت لازم السكه اللي تكون نازله من موتور كورتكس مايلينيتد. طب والمايلينيتد دي نسبتها كام في الميه من الخلايا اللي موجوده في اريا 4؟ قالوا 3%. 3% بس؟ اه 3%. طب وال 97% اللي باقيين نون مايلينيتد؟ سبحان الله، حطوا القوه في اقل نسبه ممكنه اسمها بيتس سيلز. خلي بالكم ده سؤال دكتوره شادية. دكتوره شادية استاذه عندنا دايما تسال الموضوع، والعمل بتاعنا بيبقى فيه اسئله، فدايما تسال في دي. واديني بكتب اسمها على البورد، اللهم بلغت، اللهم فشل. دي مهمه جدا وبتتسال على ايه؟ عشان يبقى محدش عنده حته. نرجع لموضوعنا. طب انت قلت بيتس سيلز دي مهمه في ايه؟ مهمه كمايلينيشن، مهمه بسرعه ان عشان كده يا استنى، ده يدخلنا في نقطه كاركترز. ماذا يتميز اريا فور؟ قال انا عندي نوعين من الاعصاب. قلنا لهم مايلينيتد بس؟ لا، انت ناسي ال 97% النون مايلينيتد. قلت له طب وده معناه ايه؟ قال لي معناه ان الكاركترز بتاعتك انك انت عندك دايناميك نيورونز. دايناميك يعني ديستشارج رابيدلي، يعني بتتعب اكشن بوتنشال بسرعه، مايلينين وسيرتاكري كوندكشن. طيب والنوع الثاني من النيورون ستاتيك نيورونز. والطالب اللي مركز قوي يقول انا فهمت حاجه، ستاتيك يعني بتبعت كهرباء طول الوقت. فاكرين فيديو الاستراتش ريفلكس؟ قلت الكورتكس بينزل على الانتيريور هورن سيل جاما امبلس اللي هي جاما ستاتيك اللي بتعمل كونتراكشن للبريفري، وانتوا فاكرين بقيه الكلام، ويحصل ستراتش للسنتر اوف نيوكليير تشين. دي بتساعدك على وجود تون في عضلاتك طول
بتشارج رابيدلي انها سريعه. اما الستاتيك بتبقى الاكشن بوتنشال ايه؟ سلولي فور ا لونج تايم. امال الرابيدلي ايه؟ شورت تايم، ابداع من ربنا. اتعب بسرعه في وقت قليل، اتعب ببطء لان انا شغال معاك طول الوقت، لازم الايكوال تبقى مستمره. يبقى ادي الكاركترز بتاعتنا. يبقى لغايه دلوقتي قلنا المكان، قلنا الريبريزنتيشن بتاعنا كروس وانفيرتد، وقلنا لمنا. وفي حاجه كمان عايز اقولها في الريبريزنتيشن عشان افرحك قوي، مذاكره سهله. في السنسوري كورتكس قلنا ايه؟ قلنا ان الاهميه اهم من الحجم. يعني ايه اهميه اهم؟ يعني الخطوه الاولى انا بعت للبيزا الجانبيه، بيزا الجانبيه قالت انا هبعت الملف لمكان اسمه سبلمنتال، هنقوله دلوقتي. الخطوه الثانيه سبلمنتال بعتت لاريا الساهليه 6، وعلى فكره كلهم جيران. يعني ايه؟ قبل ما اكمل بصوا على الرسمه، 6 قدام 4 5 بس الفرنت، والميديان لستة هو السبلمنتال. يبقى السبلمنتال ميديان وقدام ستة، ايه ده؟ يعني سبلمنتال جارتها ستة، جارتها ايه هي أربعة. فاللي حصل الموتور كورتكس شغل البيزا الجانبية، والبيزا الجانبية احنا سألناها سؤال، قلنا لها طيب انت مش هتقدري تنزلي اشارات على الانتيريور هور مثال تحت الديستال ماسل؟ قالت لا، انا ما بشغلش موظفين. ما هو المصري كده موظف في الشركه، امال انت بتعملي ايه؟ قالت انا ابعت للمديرين بتوعي، وده زي اي شركه في العالم. المدير يقول للسكرتيره لو سمحت ابعتي لي المستشار بتاعي، عايز اساله في خطه الشركه او الموازنه. فقال له اتفضل يا بيه، الخطه ايه؟ اداله خطه، وهو اجتمع مع ناس تانيين موجودين في مجلس الاداره، وفي النهايه هو اللي هيدي الامر. فاللي حصل انا شغال ده، قام راح ده بعت ملف الكتابه للسبلمنت، والسبلمنت اللي بعته اريا 6، واريا 6 بعتته لاريا 4. هتقول طب وليه اللفه دي؟ ما نبعت في النهايه لاريا 4. ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لان البيزا الجانبية متصله اتصال مباشر بمين؟ بالحته دي السبلمنتال. لو فهمتم معناها، يعني انا متصل بواحد ابعت ابعت له، وهو يبعت للتاني لغايه ما في النهايه اريا فور ينزل منها تراك يشغل الديستال ماسل وتقدر تكتب. سبحان الله. يعني انا عشان اكتب اريا فور قالت انا المحطه الاخيره، مش انا اللي بستقبل الاشاره على طول، لا انا لازم اخد من السبلمنتال، السبلمنتال يدي لسته، وسته يدي هيمشي كده. عايزين نعمل زوم على الحته دي. سبلمنتال سته اربعه ينزل من اربعه تلات، تمشي بالعرض مش تمشي فجاه، ارسل لاريا فور ومش مهم الباقيين. طب الكلام ده انت مركز عليه ليه؟ مركز عشان اقول لك ان في نوع ثالث من الحركه موجود فقط في اريا 6 اسمه اوتوماتيك، وده عظمه من ربنا. حتى لما اقول لك 6 مسؤول عن اوتوماتيك تقول انا فهمتها، لان 6 استقبلت الاوتوماتيك بروجرام من بيزا الجنه. قالت له بص احنا الايه بندورها وبننزل منها ويتنس فاير، دي ايه اسمه؟ خلاص يلا. قال لها بس على فكره بقى مش انا بتاع الديستالين بمصر. قالت له هتعمل ايه؟ قال لها هنبعت لاريا فور سبيسيفيك، انا ساعتها اه. طب تمام، هل الاوتوماتيك فقط الكتابه؟ لا، ممكن الاوتوماتيك يبقى المشي الوجه. يا جماعه انت ما بتبصش على رجلك وانت ماشي. طب وانت صغير كنت بتبص على رجلك وتدني وعلموك ادني واحده وافرد الثانيه وتاتا تاتا خط العتبه، كلام زمان. طب الكلام ده هو بيعلموك المشي ليه؟ عشان يتخزن فيه البيزا الجنبيه. كل ما تاخد القرار من
وصحيت الصبح وقف عايز تمشي، كورتكس يبعت اشاره للنيوكليار اللي تحته. على فكره دي سجلنا دي مستشار، قال لها واحنا كنا بنمشي ازاي؟ قالت له مقفل مشي كسيبنا كله باكشن بوتنشال، ابعته للارياز دي وسته تبعت لاربعه. بس هنا بقى في المشي لابد يشتغل الاثنين، سته واحد اربعه. تقول لي الله سته اربعه ليه؟ وانت ماشي بص عليها وانا ماشي، انا ماشي كده اهو عامل ايه؟ ايديا بتتحرك جنبي، ايديا بدل دي السله ماسلز محتاجه ايريا اربعه حركه فاين، لازم ايديا تتحرك وانا ماشي، لازم الترنك يبقى معدول، جذع معدول. مين اللي يشغل الترنك؟ ايريا سته، فلازم اربعه مع سته يبقوا شغالين. هتقول استنى انت قلت ان سته ليها كام سكه؟ سكتين، يبقى لازم السكتين يكونوا شغالين في نفس الوقت عشان تقدر تمشي. الكلام ده يا جماعه فيه عظمه رهيبه من ربنا، الموضوع مش كده، مش يلا ويلا بينا نسمع. ايوه احنا هنقول النقط بس لازم تكون حاسسها علشان ما ترجعش تقول انا نازل ايه؟ دي مهمه. طيب مشي وايه؟ الكتابه. واخر حركه بقى الكلام، سبيتش او التفاهم بين الناس، تانج مصص. لما تيجي تقول لي ازاي يا دكتور عامل ايه؟ انا لازم ارد عليك اوتوماتيك والحمد لله، انت عامل ايه وايه الاخبار بسرعه؟ الله. طب ما هو الرد ده احنا اتعلمنا واحنا صغيرين ازاي ترد وازاي تنطق وازاي تتكلم ومخارج الحروف. يجي كورتكس يبعت تاني يلبسها الجاي اللي خلفناها معانا، هو احنا كنا بنتكلم ازاي؟ قالت له في بروجرام الكلام، في طريقه. قال لها خلاص ابعتيها لمين؟ لاريا سته. اريا سته بقى تبتدي بقى تشتغل، تشغل اريا اربعه ويحصل بقى التراكت. وهنقول الكلام ده بحاجه اسمها كورتيكو بار تراكت، هنقولها الفيديو القادم. يبقى كان الموضوع واحد بيسلم سيجنال للتاني، شركه فعلا ده مش وصف، ده كلام رائع، شركه كل اداره ليها دور. يبقى دلوقتي ميزه جنب ووكينج رايتنج سبيش، لو باظت الميزه جنب بص بقى على الكتابه فظيعه. الايه مش تبقى سكول، ارسم لك حاجه كده مش عارف، هو مش عارف تقول له ايه، يقول لك دي ايه؟ ايه ازاي؟ ايه دي؟ لان هو فقد البروجرام. حتى الناس اللي واقفه البلد البرنامج بتاعه واقع، ركب له برنامج يعني علمه، مفيش بيهيفير، مفيش حاجه. طيب يبقى دي اول حاجه. نيجي بقى رقم اثنين، احنا قلنا لازم نتكلم على التون. ايه يا سته؟ تقلل التون تطلعها دايما، تقلل دايما يمكن. طيب وعلى ريفلكسز، بصوا بقى ريفلكس، الناس متعوده في كلمه ريفلكس على ايه؟ سوبرفيشال وديل هيقل. بس ايه الجديد فيك ايه يا سته؟ قالت انا امنع، بصوا بقى الكلمه دي، امنع الجراس ريفلكس. يعني ايه جراس ريفلكس؟ زمان واحنا صغيرين كنا اطفال نمسك القلم او نمسك حاجه في ايدينا جامد، والله ما اديها لك طفل بقى، يا بابا اديها لي يا حبيبي، مش هديها لك. الطفل مش فكره انه بيعمل، الطفل لسه اريا سته عنده نوت ديفلوبت، مش ديفلوبت خالص، فبالتالي هو عنده جراسب ريفلكس، جراسب زي قبضه الايد بالنسبه للاطفال، مش قادر يديها لك، ماسك ومدبر عليها، فبتضطر انت بقى تتعصب عليه قبل ما تضربه، تفك صباعه وتاخد منه القلب. لما كبرنا بمسك حاجه في ايدي اسمها هاند جريب، دي تفرق، هتاخدها في العمل، جريب قبضه الايد عند الكبار. دكتور ممكن تديني القلم اللي في ايدك؟ اتفضل. بقيت كبير اريا سته عندي منعت جراس ريفلكس، طبعا الليجن اكيد العكس، اريا سته باظت، ايه اللي يحصل؟ هل تفقد الفار
لا ده تنفقد الجراس موفمنت اوتوماتيك موفمنت. فيش اوتوماتيك موفمنت. طب الدور بدل ما يقل زاد، بدل ما الريفلكس قل زاد، بدل ما كنت انا مانع الجراس ريفلكس رجع الجراس ريفلكس مره ثانيه. بس كده حط معلومه جميله مع الاوتوماتيك حبيت اقولها في النهايه. الاصل ال 6 فيها، بصوا بقى الكلمه دي، موتور ميموري، ودي لابد تكون انتوا فاهمينها. كلمه موتور ميموري الذاكره الحركيه. يعني ايه الذاكره الحركيه؟ بص احط قلم قدامك واقول لك يلا امسك القلم واكتب. لو انت باظ عندك البيزل جنبك مش هتعرف ازاي الكتابه بتحصل. ولو باظت الاريا سته عارف هتقول لي ايه؟ دكتور واحنا كنا بنمسك القلم ازاي؟ الله. طب ايه علاقه مسكه القلم بالحوار؟ اصل الاريا سته متصله بالمكان اللي مخزن الاوتوماتيك بروجرام، وبالتالي شايف القلم عارف يمسكه لا، عارفين يمسكه ازاي؟ يمسكه كده، بصوا اهو. تقول له ايه ده؟ هو انت ماسك امرك هتموتني ولا ايه؟ يا ابني لا انت ناسي، كنا بنمسكه كده نحط الصم لتحت واجيب الاندكس ناحيه السن وامسك القلم كده، علمونا كده واحنا صغيرين، يقول لك انا مش فاهم. يبقى لوس اوف موتور ميموري. ده مش بس كده، ممكن في العياده ما نقولوش قلم، نفترض ان الراجل جاي اجيب له علبه كبريت واقول له افتح العلبه واعمل سكراك عليه، ولع كبريت مش عارف ليه، اصل فيها كذا حركه، يفتح وياخد اللي هو العود ده وبعد كده يولع الكبريت ويعمل حركه. كل الكلام ده محتاج موتور ميموري، ذاكره حركيه، انا ما قلتش احساس، حركيه. وبالتالي اذا تم فقد الكلام ده يحصل مرض اسمه ابريكسيا. ابريكسيا ايه يعني؟ مفيش. بريكسيا كلمه لاتيني معنى موتور ميموري، القرار ونعمل خطه. انا مش رايح بالقلم وخلاص، العمليه مش عك، ربنا كل حاجه عنده بنظام. يبقى اذا سبلمنت عمل حاجتين، واحد ديتكت ذا ديستنس فروم ذا اوبجكت، من الهاند والاوبجكت، المسافه بين ايدي لغايه القلم، خدته عملت كومبلكس بلان اتسهلت، بعته لاريا فور نزلت التراك، شغلت الجوينز كوحده واحده. ما ينفعش يبقوا من يونتس والا مفيش حركه هتحصل. عشان كده يقول لك لو السبلمنتال باظ ان ابيليتي تو دو ذا كومبلكس بلان، مش قادر احدد المسافه بين ايدي والقلم. وده بيحصل في العيانين، يا حد القلم قدامك روح هات واكتب، عايز اشوف هيكتب ازاي، يرد عليك رد غريب جدا، يقول لك انا مش قادر اتحرك ناحيه القلب، او اتحرك بعيد، او اتحرك قريب. دي مهمه. اخر موتور اريا عندنا هي مشتركه بين سنسوري وموتور، اسمها بوستيريور بارايتال كورتكس. هتقولوا لي ايه ده؟ ما سمعناش عنها قبل كده. بارايتال يبقى موجوده فين؟ بارايتال لو هقول لك سمعت عنها في فيديو السنسوري، اسمها سوماتيك اسوشيشن كورتكس. فاكرين لما قلت لكم فيه قبل كده هجيب واحد واخليه يغمض عينيه احط في ايده حاجه ويقول لي الحاجه دي هي زي فكره مفتاح مثلا اسمها ستيريو بنوزس، يعرف شيء مجسم في ايديه. المكان اللي عرفك ده اسمه سوماتيك اسوشيشن كورتكس. المكان ده موجود في البارايتال لو. هتقول له طب وايه علاقته بحوار القلم؟ هقول لك انت علشان تمسك القلم هتقول لي ما انا لازم اكون
شيء طبيعي شايف في القلب، ولازم اكون حاسس ان في ارض تحت رجلي، تكون عندي توازن. انا ابرايت شايف القلب. اللي يخليك شايف القلب الفيجوال سيجنال تتبعك اليمين للبوستيريور بارايا. طب والبوستيريور بارايا يشغل مين؟ سبليمنتا. يقول له انت شايف؟ يقول له اه اشاره الفيجن او الرؤيه انا وصلت. يلا كمل. قال له وانا هحدد المسافه ما بين ايدي والقلب. خلي بالك الاولانيه انا بقول لك ان انا عندي بروبريوسبشن في ارض تحت رجلي، انا واقف عندي توازن. مين اللي قال ده؟ بوستيريور بارايا اللي هو بيستقبل البروبريوسبشن، بعت المعلومات بتاعته الى سبلمنت. قال له سبلمنت في توازن وانت والبني ادم ده شايف القلب. كمل. قال له انا هحدد المسافه بين ايدي والقلب عشان اروح واجيب القلب. وانا بحدد المسافه حطيت كومبلكس بلان اتسهلت اريا 6 اريا 4 ربطها. يبقى في نهايه الفيديو ده عايزين نلخص كلامنا. موتور كورتكس عندنا اربع ارياس، 1 اريا 4، 2 اريا 6، 3 سبلمنتا، 4 بوستيريور بارايا، 6 نقط مشتركين بين اريا 4 واريا 6. المكان ريبريزنتيشن الكاركترز الكونكشنز اللي هنرجلها الفيديو اللي جاي، فانكشنز و الليجن. ازود على اريا 6 حاجه اللي هي سبيسيفيك اريز، كانوا اربع ارياز جوه اريا 6. هلخص في اقل من دقيقه قلنا اساميهم بس بافتكار ان اريا 6 كونكتد بقالي اريا فيها رقم 4. اريا 4 شخصيا